السلام عليكم وأهلا بكم معنا النهاردة الدرس الرابع والخامس في الوحدة السادسة والأخيرة منهج كونكت 5 منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 آخر شرح لآخر درسين في المنهج كان نزل امتحانات الوحدة ومراجعات الشغور وكيفية حل أسئلة الامتحانات فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد ونبدأ مع بعض lessons 4 and 5 page 232 صفحة 232 من كتاب المعاصر writing كتابة project مشروع key vocabulary كلمات مفتاحية tornado 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 إعصار tornado إعصار sand storm sand storm sand storm عاصفة رملية flood 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 فيضان extreme heat extreme heat extreme heat يعني شديد الحرارة طب extreme cold extreme cold extreme cold شديد البرودة dark 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 مظلم أو داكن candles 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 شموع unsafe safe لوحدها يعني آمن طيب unsafe غير آمن electric shock electric shock electric shock صدمة كهربائية electric shock واحد مثلا الكهرباء electric wires أسلاك كهرباء power cut power cut power cut يعني انقطاع التيار lightning 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 البرق torch 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 كشاف torch كشاف extra vocabulary كلمات إضافية classmate 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 زميل الدراسة wide 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 يعني عريض أو واسع building 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 مبنى might 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 ربما suddenly 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 فجأة shade 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 ظل shade closer closer هنا الاس اتنطقت اس ما تنطقتش زد ليه يا مستر كلمة كلوز بمعنى يغلق لو جت فيرب يعني الاس تتنطق زد لو جت بمعنى يقفل باب مثلا لكن كلوز الاس تتنطق اس لو جت مثلا صفة قريب فهنا كلوزر اقرب نطقناها اس كلوزر افريد 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 خائف سكارف 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 وشاح زي الطرحة كده أو زي مثلا حاجة بنحطها كده على إيه على الرأس أو على الرقبة بوتس 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 حذاء ذو رقبة طويلة فرايتنينج 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 شيء مخيف بصف تأثير الشيء عليا ويندو 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 نافذة أو شباك ليفلت 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 منشور لايت لايت ممكن تبقى بمعنى خفيف وممكن بمعنى ضوء ولايت بمعنى مصباح بوسيبل 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 ممكن تب 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 نصيحة اير كونديشننج اير كونديشننج اير كونديشننج تكييف هواء سكيرد 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 خائف سكيرد 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 خائف conjugation of verbs تصريف الافعال زي ما تعودنا قلنا في افعال regular منتظمه و irregular غير منتظمه او شاذه المنتظمه عشان احولها من المضارع الماضي بحط لها مقطع ثابت destroy destroyed هنا الواي قبلها متحرك حرف متحرك فحطينا ايدي بس twist twisted protect protected contact contacted ايدي طب الشاذ تحفظ زي ما هي الفعل يتغير شكله الفعل زي ما هو تحفظها زي ما هي hurt hurt shot shot drive drove stand stood strike struck strike struck ده الفعل الشاذ important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جر مهمة get dark get dark يعني تصبح أكثر ظلاما as much as possible as much as possible قدر الإمكان bits of bits of قطع من أو أجزاء من move away move away
move away يتحرك بعيدا. get bigger get bigger get bigger يكبر أو يزداد حجما. turn off turn off turn off يطفئ. turn off. page 233 صفحة 233. main points نقاط رئيسية. on listening and reading tickets على نصوص الاستماع والقراءة. هنا بيقول لي الموضوع extreme weather، بنتكلم على أنواع من الطقس اللي هو بيبقى شديد للغاية، شديد مثلا الخطورة. هنا يجيب لي كلمات ويحط كلمات فين؟ في جمل. tornado يعني إعصار. the tornado was a very big wide black cloud. هنا بيصف التورنيدو هي سحابة سوداء واسعة كبيرة جدا. destroy يعني يدمر، بحط الكلمة في جملة. the tornado hurt يجرح أو يصيب التورنيدو a lot of people الكثير من الناس. and destroyed ودمر، جرح ودمر many homes الكثير من البيوت. sand رملة، طيب sand storm عاصفة رملية. there was كان يوجد a lot of sand الكثير من الرمال. in the air في الهواء outside في الخارج بنسميها ايه يا ترى؟ it was a sand storm عاصفة رملية. difficult يعني صعب وسيارة. it was very difficult من الصعب جدا to see in a sand storm ان ترى في عاصفة رملية. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. it's not safe ليس من الآمن to touch the أن تلمس إيه؟ electric wires تلمس الأسلاك الكهربائية. نقط is very important on hot days المهم في الأيام الحارة air conditioning طبعا تكييف الهواء. the tornado scares me الإعصار بيخوفني. it is frightening مخيف. it is frightening. look and read انظر واقرأ. تعال اقرأ كده مع بعض نص الاستماع ونقرأه كذا مرة وبعد كده تسمعه كذا مرة. I was at school أنا كنت في المدرسة. with my classmates مع زمايلي. then it started to get dark بدأت تظلم. we went outside خرجنا. then I saw the tornado رأيت الإعصار. and it was very frightening كان مخيف جدا. it was a very big wide black cloud بيوصفه سحابة سوداء كبيرة جدا جدا. as it came near us بينما هو بيقترب لنا it was getting bigger بيكبر. and it was twisting around وبيلف. we could see things in it شفنا حاجات فيه اللي صورته like doors زي الأبواب and bits of houses وقطع من المنازل أو أجزاء من المنازل. موضوع صعب جدا طبعا. when it was closer عندما أصبح أقرب it got even wider and darker بقى أكثر اتساعا وأكثر ظلاما. the next day اليوم التاني we found out اكتشفنا ذات أن ذا تورنيدو إن الإعصار hurt جرح أو أصابه a lot of people الكثير من الناس. and destroyed ودمر many homes الكثير من المنازل and other buildings والمباني الأخرى. page 234 صفحة 234 نكمل. one day ذات يوم my family عائلتي and I وأنا where كنا were driving كنا بنسوق through the desert خلال الصحراء to visit my cousins عشان نزور ولاد عمتي. after 20 minutes بعد حوالي 20 دقيقة I looked out of the window بصيت من الشباك and saw a sandstorm رأيت عاصفة رملية. soon وقريبا أو بعد قليل there was a lot of sand كان يوجد الكثير من الرمال. in the air في الهواء outside the car خارج العربية and it was very difficult كان صعب جدا to see أن نرى. we closed قفلنا all the windows كل الشبابيك. but ولكن it was now very dark الآن مظلمة جدا. there were other cars
يوجد سيارات أخرى on the road على الطريق. Where are they going to hit us؟ هل هم سوف يصطدموا بنا؟ I was really scared. أنا كنت خائف حقا. My father Abby moved the car off the road. حرك العربية بعيد عن الطريق، يعني وسع الطريق كده. And we stopped. وتوقفنا. We didn't see any more cars on the road. ما شفناش طرق، ما شفناش سيارات تاني على الطريق. But the sandstorm، ولكن العاصفة الرملية، moved very slowly، تحركت ببطء جدا. Then suddenly، فجأة، it moved away، ذهبت بعيدا. We saw the sun again، رأينا الشمس مرة أخرى. And drove on through the desert، وسرنا بالسيارة عبر الصحراء. يبقى أثناء العاصفة ابعد بعيد، واهدى شوية بعيد عن الطريق لغاية ما تخلص، وبعد كده إيه؟ تكمل سواقة. Tips for keeping safe، نصائح للحفاظ على سلامتك. أول حاجة، in extreme heat، في الحرارة الشديدة، تعمل يا ترى؟ Eat small light meals، كل وجبات صغيرة خفيفة. Try to spend time in cool buildings with air conditioning، حاول تقعد وقت في المباني الباردة اللي فيها نظام تكييف هواء. Drink lots of water، اشرب الكثير من الماء. Even if you don't feel thirsty، حتى لو ما كنتش عطشان اشرب. Wear light cool clothing، البس ملابس خفيفة ومنعشة. Open the windows when there is a cool wind، افتح النوافذ عندما تكون هناك رياح منعشة. Don't go outside، ما تخرجش. If you must go outside، لو لازم تخرج. Stay in the shade، اقعد او استنى في الظل. Page 235، صفحة 235. In a sandstorm، في العاصفة الرملية، اعمل ايه يا ترى؟ النصائح. Wear a scarf to protect your face، ارتدي وشاح على وشك كده عشان تحمي وشك. Stay inside، خليك بالداخل. So the sand can't get in your mouth، عشان الرملة ما تدخلش جوه فمك. Drive to the side of the road، so لغاية جانب الطريق. So you can stop your car، عشان تقدر توقف عربيتك، مفيش حد شايف حد. Make sure، اتأكد. Your windows are shut، ان الشبابيك مقفولة. So no sand can get in، مفيش رملة تدخل. Cover your head، غطي راسك. And face، وشك. As much as possible، كل ما أمكن. Turn off، اطفي air conditioning، التكييف او مكيف الهواء. To stop sand coming in، عشان توقف من دخول الرملة. تمام. Listen and read، استمع واقرأ. How to keep safe in a storm، ازاي تبقى امن فين؟ في العاصفة. يبقى لي ازاي تبقى امن في الحرارة وفي العاصفة الرملية وفي العاصفة عموما. What might happen in a storm، ايه اللي ممكن يحصل في العاصفة؟ There might be very strong winds، رياح قوية. طبعا فرق بين العاصفة الرملية والعاصفة العادية، فين قال العاصفة الرملية ودلوقتي هيقول العاصفة العادية. There might be heavy rain and lightning، في احتمال مطر غزير وبرق. It might not be safe to go outside، ممكن يكون ليس من الآمن أن تخرج. Electric wires could fall، الأسلاك الكهربائية ممكن تقع. There might be a power cut، ممكن يكون في انقطاع في الكهرباء. People on the street، الناس اللي في الشوارع. In houses، في المنازل. Or in cars، أو حتى في السيارات. Might need your help، ممكن يحتاجوا مساعدتك. How can you protect yourself، إزاي تحمي نفسك؟ طب تعال نشوف. Stay inside، خليك بالداخل. And keep dry، وتبقى جاف. Make sure you have candles and torches، اتأكد إن يكون عندك شموع وإيه وكشافات. There might be a power cut، ممكن يحصل انقطاع في الكهرباء. Contact your friends، اتصل بأصدقائك. And family، وعائلتك. To check they're safe، عشان تطمن ان هم بخير. Don't go anywhere by train، ما تخرجش لأي مكان بالقطار. This could be unsafe، ده بيبقى غير آمن. Help anyone، ساعد أي حد. Who is afraid، يشعر بالخوف. Don't stand، لا تقف. Under trees، تحت الأشجار. In case lightning strikes، أثناء أو في حالة حدوث البرق أو ضربات البرق. Don't stand near wires،
لا تقف بالقرب من الأسلاك. They could fall، ممكن يقع. And give you an electric shock، واللي يحصل تصيبك صدمة كهربائية. ونحل مع بعض. General exercises، تدريبات عامة. On lessons 4 and 5، على الدروس الرابع والخامس. Page 236، صفحة 236. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. From A B C و D، من الأربع اختيارات. How can we keep نقط in extreme heat safe؟ ازاي نبقى بأمان في الحرارة الشديدة؟ Try to spend time، حاول تقضي وقت. In cool buildings، في المباني الباردة. With air conditioning، يكون في تكييف للهواء. Not go outside، يبقى don't. Don't هنا أمر منفي. Don't go outside، لا تخرج. If there is a sandstorm، لو في عاصفة رملية. Not scarf، يبقى wear a scarf، أمر مثبت بدون إضافات. النفي ببدأ بدونت والمصدر، الإثبات فاعل بدون إضافات. ارتدي وشاح to protect your face، عشان تحمي وشك. in the sand storm، في العاصفة الرملية. السؤال التاني وصل. I'll make a leaflet، أنا هعمل منشور أو نشرة دعائية. with my classmates، مع أصدقائي. in extreme heat، في الحرارة الشديدة. wear light cool clothing، ملابس فاتحة. drink lots of water، اشرب الكثير من الماء. in extreme heat، close the windows، يعني اقفل الشبابيك. to stop، عشان توقف. the sand coming in، ان الهواء او الرملة تدخل. السؤال التالت، قطعة عليها مجموعة من الأسئلة، نقرأ القطعة ونترجموها ونحل الأسئلة. one day، ذات يوم. هالة and her family، هالة وعيلتها. were driving through the desert، كانوا بيسوقوا عبر الصحراء. to visit her cousins، عشان يزوروا ولاد عمته. after 20 minutes، بعد 20 دقيقة. she looked out of the window، بصت من الشباك. and saw، وشافت. a sandstorm، عاصفة رملية. soon، بعد وقت قليل. there was a lot of sand، كان في الكثير من الرمال. in the air، في الهواء. outside the car، خارج العربية. and it was very difficult to see، صعب تشوف. they closed all the windows، قفلوا كل الشبابيك. but it was now very dark، بس الجو مظلم جدا دلوقتي. there were other cars، في سيارات أخرى. on the road، على الطريق. هالة was really scared، كانت خائفة حقا. هيسألني هنا في معناها أو عكسها، مادام تحتها شرطة ومكتوبة بخط بولد سميك. her father، أبوها. moved the car off the road، بعد العربية عن الطريق. and they stopped، وقفوا. they didn't see anymore، ما شافوش تاني. more cars، سيارات تانية. on the road، على الطريق. but، ولكن. the sandstorm moved very slowly، بس العاصفة اتحركت ببطء جدا. then suddenly، ثم فجأة. it moved away، بعدت. they saw the sun again، شافوا الشمس تاني. and drove on through the desert، وساقوا عبر الصحراء تاني. the text is about، النص عن ايه؟ اكيد ساند ستوم، عاصفة رملية. the underlined word scared، scared هنا معناها ايه؟ afraid، بمعنى خائف. هنا عايز معناها scared afraid، scared afraid، scared خائف، و afraid خائف. page 237، How did Hala and her family stop the sand from coming in؟ ازاي هالة وعيلتها وقفوا الرملة ان هي تدخل؟ يبقى by closing all the windows، او they closed all the windows، هم قفلوا كل الشبابيك. Why was it very difficult to see؟ ليه صعب تشوف؟ عشان كان في الكثير من الرمال. فين؟ في الهواء. because there was، كان يوجد. a lot of sand، الكثير من الرمال. in the air، في الهواء. السؤال الرابع، order، رتب. there might be very strong winds، من المحتمل أن يكون
في رياح قوية جدا. In a sandstorm في العاصفة you مثلا أو cover your face and head غطي وجهك ورأسك. In a sandstorm cover your face and head. I was at school with my classmate. أنا كنت في المدرسة مع زميلي. They were driving through the desert. كانوا بيسوقوا عبر الصحراء. السؤال الخامس بنكتويت علامات ترقيم. درينك الدي كابيتال، اشرب الكثير من المية لما الجو يبقى حر يبقى فول ستوب. جملة أمرية. السؤال السادس اكتب باراجراف من 40 كلمة على how to keep safe in a storm، ازاي تبقى بأمان في عاصفة. العنوان زي ما هو كده هكتبه في نص السطر. بين علامات تنصيص هنا جايب لي كلمتين كفكرتين: الكتريك شوك صدمة كهربائية، باور كات انقطاع الكهرباء. هسيب مسافة أو سطر وأبدأ أكتب الجمل اللي أنا لسه واخدها في الدرس النهاردة إزاي نبقى بأمان، ونبدأ بالجمل اللي فيها الكلمات الإرشادية. نكتب 5 6 جمل لغاية ما نوصل لرقم 40. نسيب مسافة أو سطر، الحرف الأول كابيتال. خلصنا جملة هنا بنكمل. طب تاني سطر من الأول. نراعي شروط كتابة الباراجراف، ده واجب لو مش واضح اكتبوا لنا في التعليقات، وموجود عندنا في الكتاب ولسه شارحينه. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.